قراءة ثم ركع، فأطال الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد سواء: ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا، اللهم البسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين.